في الديربي رقم 141 في تاريخ لقاءات الفريقين. الرجاء يتفوق تاريخيا ب 42 انتصار، الوداد 35 انتصار، لكن اليوم انتصار ثمين، انتصار غالي الصقور. الحكم ماذا يقول؟ ركلة جزاء، فرحة ودادية كبرى. الآن احتجاج بالنسبة لفريق الرجاء، انظر الآن هذا الاحتجاج، فرصة التقدم، فرصة الهدف الأول. شوف الكرة كانت فرصة أولى عن طريق الحداد، وشوف اللقطة الماضية وركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة. هذا التدخل، التدخل كان قوي في اللقطة الماضية، وحكم المباراة يحتسب لإسماعيل الحداد ركلة جزاء. الصاروخ من سجل هدفا في المباراة الماضية يصنع فرصة هدف في المباراة الإياب. جماهير الوداد تريد أن تحتفل، تستعد لذلك. انظر إلى المنظر، إلى المشهد، نشاهد الآن الجماهير مدرج الفورميشن، نشاهد الانتظار، الأيادي على القلوب. الديربي قد يبدأ بخط أحمر الآن. الوينرز في لقطة للتقدم بالضربة الأولى من ركلة الجزاء، من علامة الجزاء، نشاهد ونتابع. يتقدم، يا رب، للدار البيضاء خط أحمر اسمه الوداد، للدار البيضاء خط أحمر اسمه الوداد. الديربي يشير إلى الفورميجا، للمدينة القديمة، للون الأحمر. يا نهيري، محمد نهيري في اللقطة الماضية على طريقة بانينكا، انظر إلى كرة الملعقة. يا سلام، يا سلام على ركلة الجزاء، على الهدوء في أجواء ديربي، في ضغوطات ديربي تتلاعب بهذا الشكل. أي قلب وأي برودة أعصاب، وأي كرة استقرت، وأي محمد نهيري واحد. شرط العراقي والوذيبة والجزيرة والإسماعيلي، مولودية الجزائر والقوة الجوية. الكرة بتصل الآن في مكان، الله على المرور، الله على متولي، سقوط ركلة جزاء، ركلة بركلة، والبادئ أحمر، والبادي أحمر. جمال السلامي بعد مرور اختراق محسن متولي، ضغط الرجاء طوال شوط المباراة الأولي بحثا عن العودة ولم ينجح، استمر في الضغط طوال الشوط الثاني الآن حتى وصل إلى ركلة الجزاء. شوف اللقطة، شوف اللقطة، الاشتراك مع المدافع شيخ كومارا وسقوط في منطقة الجزاء، احتجاج حارس المرمى، فرصة للنسور الخضر، فرصة للعودة من جديد، فرصة لتسجيل التعادل لمصلحة فريق الرجاء. نشاهد العودة، هل يعودون؟ بيرسل الكرة، يا رب، الديربي يعودون إلى مدرج المجانة، يعودون إلى درب السلطان، يعود إلى مقهى بويا صالح، إلى رجاء الشعب، إلى النسور الخضر. رجاء الشعب لا يرد، لا يرد، من أجل رجاء الشعب يسجلون، يعدلون. واحد واحد، محسن متولي، فرحة كبيرة، فرحة كبيرة. جمال السلامي احتفالية بهذا الهدف. التعادل يأتي، محسن متولي يصنع أولا، يسجل ثانيا. كركات، كركات رجاوي، انظر احترقت الآن، هكذا يقولون بركان الآن. شوف اللقطة، ركلة بركلة، واحد واحد، واحد واحد، والبركان ينفجر. الرجاء وجمال السلامي يتنفسون الصعداء. يا له من ديربي، انظر إلى المشهد، انظر إلى اللقطة، انظر إلى الصورة، زلزال، أمواج، بركان، سميها ما شئت، كركاج، الآن انفجار، تنظيم، تقسيم، هندسة، رسمة. لأني اللي شايف بالتأكيد أيمن الحسوني لاعب خط الوسط يشارك الآن، انظر إلى كركاج وداد الآن في الجانب الآخر، شايف هذه اللقطة، وشايف هنا البركان الذي ينفجر. شوف المنظر، شوف اللقطة، هذه للمشجعين، للجماهير، لمن يعتقدون بأنهم يحبون ويعشقون أنديتهم. انظروا كيف تفعل، انظروا كيف يكون التأثير. يا رب، ضربة رأس،
المدينة مرة أخرى للارتفاع من جديد. هدف سجل المدرب، سجل المدرب، دخل أيمن الحسوني لمثل هذه النقطة، لمثل هذا الموعد، لمثل هذا الديربي، لمثل هذه الليلة. هل شارك من أجل هذه الرأس؟ الله على الكرة الرأسية. يا ودادي يا ودادي ودادي، كانتاري كانتاري كما يرددون. الرقم 20، الرأسية تأتي، بركان في المدرج وبركان في الفريق. المدرب دوران أدخله لكي يدخلها في شباك مرمى الرجاء. الوداد يتقدم 2-1 على مشهد التيبو، على مشهد هذا الجمهور الكبير، فرحة كبيرة. الوداد يتقدم من أقل الفرص، من أقل اللقطات، عندما يهاجم فإنه يسجل. هكذا يقول الوداد، هكذا يردد. أخذ انذار بعد ما أيضا شلفة نلتة من الفرحة بالتأكيد، وبالنسبة له هدف يستحق الانذار. ولا يهم، والنتيجة أصبحت 2-1. شوف الفرحة، شوف أشعلوها أشعلوها، لكن ديربي للذكرى، ديربي للذكرى. رسائل الديربي المستمرة، يا الله كيف الألتراس هنا والألتراس هناك، الوينرز هنا والألتراس الرجاء، ولكن شوف الوينرز، شوف الوينرز، شوف الوينرز، شوف الوينرز، شوف المنتصرون، شوف المنتصرون. إنهم بهذا المسمى، إنهم بهذا اللقب، إنهم بهذا الاسم، الوينرز. ليس لقبا فقط، ليس لقبا فقط، إنه الوداد، إنه الوداد للدار البيضاء. خط أحمر اسمه الوداد، اسمه الوداد بالتأكيد. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، فرحة كبيرة جدا يتقدم من خلالها الفريق. هل كان أيوب الكعبي، هل كان أيوب الكعبي؟ انظر إلى الدموع، يا لها من ربع ساعة بعد أن سجل فريق الرجاء. اعتقد الجميع بأنهم عادوا. أيوب الكعبي يظهر، رأسية من أيمن الحسوني، وبعد ذلك هدف يأتي. شوف فرحة زوران، شوف فرحة المدرج المجنون. الوداديون الآن يحرقون الملعب، يا لها من لحظة. شوف اللمسة، شوف الهفوة، السرعة، المهاجم الهداف في القناص لعبها، القدم اليسرى. نظرة واحدة تكفي، لعبة واحدة تكفي. الوينرز ليس لقبا فقط، إنهم. من جديد لمصلحة النقاش، إبراهيم النقاش بيلعب لكرة، إبراهيم النقاش في مكان سليم، الكرات المرتدة قاتلة، بديع هنا. وفي الجهة اليسرى المحاول أيوب الكعبي، بابا تونتي يطلب الكرة، الكرة من أيوب الكعبي، أيوب الكعبي الكرة مع عرضية ممكنة، الكرة تعود من جديد، وصلت إلى أيمن الحسوني. الله الله يا رب، إلى الدور القادم، إلى الدور القادم بهدف بديع. نعم نستطيع، الوداد بصوت عالي، نعم نستطيع بهدف بديع، بهدف بديع. أوك. الله على أربعة، أربعة ثقيلة جدا، أكبر انتصار في تاريخ الوداد، في تاريخه في الدربي. لم يسبق أن تجاوزوا 3 أهداف مع بديع، تجاوزوها. ماذا فعل الوداد اليوم؟ انظر إلى التمريرة الساحرة، يا رباه يا الحسوني. أي بديل قلب الطاولة، أي ورقة كانت رابحة غيرت كل شيء. سجل هدفا وساهم في صناعة البقية، يا حسوني كيف تبقيه يا زوران في الدكة؟ هذا أساسي، هذا أساسي، أنت بس وصلها البديع وهي ما تضيع، ما تضيع. 4-1، الكرة بتتبرر، بينية للرجاء، بينية للرجاء، بينية للرجاء. ما زال الرجاء، ما زالت الفرصة، ما زالوا في الملعب،
ما زالت عن طريق البديل الآن، عن طريق البديل الآن. 4-2، لم يخرجوا، ما زالوا في أرضية الملعب. يا الله يا جمال السلامي، باقي ربع ساعة والمطلوب هدفين، والهدفين من الممكن وصولهم. شوف التمريرة البينية، شوف من بديل إلى بديل. أنس جبرون في اللقطة الماضية، أنس جبرون، وبالتأكيد أحداد الآن، أحداد البديل اللي سجل، أحداد بالتأكيد يسجل للرجاء. يعرف صعوبة الوضع، الكرة بتتحول في الجهة اليمنى باتجاه عبد الرحيم، يرسل الكرة فيها تحرك من أحداد، يحاول فيها مطالبة بركلة جزاء. إنه الجنون بعينه، إنها قمة الجنون. من كان يعتقد بأنها انتهت، عليه بالتأكيد أن يراجع حساباته، وأنا أولهم. ركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة. هذه اللقطة يريد كمباك عالمي حقيقة في ديربي، بلا شك من الديربيات العالمية. ومحسن متولي للرجاء ياتي. يا الله، لم تنتهي بعد، بل بدأت الآن. إنهم يتحدون الضغوطات. تسجل علينا على طريقة بانينكا، أسجل على طريقة بانينكا، يردونها هنا، تيفو مقابل تيفو، بلنتي مقابل بلنتي. محسن متولي تحت كل هذه الضغوطات تسجل بهذا الشكل. يا أخي مستحيل هذا اللي نشوفه. شوف اللقطة، شوف التثبيت، شوف الهدوء، شوف ركلة الجزاء، شوف 4-3، شوف ديربي للتاريخ، شوف الريمونتادا التي قد تأتي. أنا أعلنت مع الهدف الرابع بأن الوداد للدور القادم. الآن قد يتغير الإعلان، قد يستجيبون للنداء الأخير. محسن متولي بكرة ثابتة، سيحاولون، سيتمسكون بكل الآمال. كرة عرضية رأسية، مستحيل. لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير، السطر الأخير يكتب باللون الأخضر، يكتب بلون الرجاء، يكتب بلون النسور، يكتب بمدرج المجانة، يكتب على درب السلطان، يكتب بمقهى بويا صالح. إنه رجاء الشعب، إنه رجاء الشعب. ريمونتادا تاريخية عالمية، كمباك خيالي. 4-4، من الذي ارتقى؟ أي رأس قفزت؟ أي كرة استقرت؟ أي نهاية؟ أي ديربي؟ 4-4 أصبحت للرجاء وليست للوداد. باركنا التأهل الوداد. الرجاء يقول بارك لنا الآن. مبروك يا رجاء، مبروك لرجاء الشعب، مبروك للنسور، مبروك لجمال السلامي. مدرب بمباراة أولى بليلة، خلاص اعتزل تدريب يا جمال، اعتزل بعد المباراة هذه. شو تريد يا مالونجو؟ مالونجو هدف للتاريخ، هدف الريمونتادا. مالونجو يؤكد بأن مشاركته قانونية بهدف الريمونتادا. الدموع تحولت من مدرج إلى مدرج، الفرح تحول من مدرج إلى مدرج. لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير. السطر الأخير كتب بالقلم الأخضر، باللون الأخضر. أنا استعجلت في قلب الصفحة، لكنني عدت لكي أقرأها. واحدة من أجمل مباريات العام، بلا جدال، بلا نقاش. الصافرة تأتي. إنه رجاء الشعب الذي لا يستسلم، إنهم رجاء الشعب الذي لا يقهر، إنهم رجاء الشعب الذي يعود في ليلة تاريخية.
تاريخية في ريمونتادا خيالية في كامباك عالمي في صافرة للذكرى وللتاريخ. اللون الأخضر في كل مكان، الرجاء يسيطر على الدار البيضاء، على ديربي كازا، على ديربي العرب الكبير. الرجاء إلى دور الثمانية، الرجاء إلى دور الثمانية. شكرا للوداد، شكرا للرجاء، شكرا للديربي البيضاء الكبير، شكرا لهذه القمة التاريخية، لهذه الليلة التي لا تنسى، لهذا الديربي الذي سيبقى في ذاكرتي وفي مسيرتي مهما ما. بالتأكيد ما بقيت محلقا واحدة من المباريات التي ستكون في مكتبتي وفي الرف الأول.